اهلا بحضراتكم من جديد. ضيف النهارده زي ما احنا شفنا في التقرير من شويه، يعني واحد من ابناء الاهلي اللي اتربوا في النادي الاهلي. مش شرط علشان تكون مدرب كبير ان يكون ليك تاريخ كبير في اللعب، لا، التدريب حاجه واللعب حاجه تانية. ضيف النهارده من النوعيه من المدربين الكبار، انا يعني شفته عن قرب، ما شاء الله عنده خبرات كبيره وليه تجارب كبيره ومحقق نجاحات كبيره. برحب بضيف وضيفكم الكابتن سامر عبد الرحمن. منورنا يا كابتن سامر. اهلا بيك كابتن اسامه، وسعيد بتواجدي معاك. ان شاء الله نقدر نقدم حاجه كويسه للمتفرجين ان شاء الله باذن الله. اولا مبروك عقدتك لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، مكسب كبير، صاحب خبرات كبيره. لما كنت موجود قبل كده في قطاع الناشئين ما شاء الله كان ليك بصمه كبيره، وهنتكلم بعد كده عن تجاربك كلها ان شاء الله يا كابتن اسامه. وطبعا سعيد جدا بعودتي للنادي الاهلي. كانت مكالمه كابتن خالد والكابتن عماد انور ليا وان هم يسالوني على امكانيه العوده، طبعا بسطت جدا جدا جدا، خصوصا ان هي بتيجي نتاج تقدير شغلك اللي كان قبل كده في النادي. فطبعا دي حاجه ساعدتني جدا، وما كانش عندي اي تفكير خالص ان انا افكر في الموضوع، لان طبعا ده بيتنا كلنا ووجودنا في النادي الاهلي بيرفع من شاننا كلنا. يعني الجيل بتاعك في النادي الاهلي كان مين؟ الجيل بتاعي هشام حنفي، تامر بجاتو، احمد سامي، هاني العقبي، مصطفى كمال. ايام بقى الكوره ما كانت مواهب، في مواهب كتيره، وكان يعني كان المدرج في مختار التتش. طبعا احنا ما كانش لسه في فرع. دخلت النادي الاهلي سنه كام يا كابتن سامي؟ يعني 86 87. كان كل التدريب وقتها كان لسه مدينه نصر؟ ما كانش في مدينه وقتها. لا، ما كانش في مدينه نصر، كان في الجزيره ملعب مختار التتش وملعب تراب. ايوه، ملعب ترابي ده كنا بنتمرن، ملعب الفرعي كنا بنتمرن عليه. والملعب ده طبعا شهد كل المواهب طلعت من الملعب ده. يعني الملعب ده خلي بالك ملعب رغم انه كان ملعب ترابي، لكن كل المواهب خرجت من الملعب ده. وكانت طبعا فرصه انك بتشوف قدامك الفريق الاول على طول التمرين، ويعني بتشوف ان انت بتبقى نفسك تطلع تتمرن مع الفريق الاول، واحتكاكك طبعا على طول ان التمارين قدامك. فطبعا كان الطموح كان بيبقى عالي جدا ان انت كان نفسك في يوم من الايام تكون موجود مع الكوكبه دي، يعني من النجوم. فطبعا يعني اتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر نقدم حاجه كويسه من خلال فريق 2006، ان شاء الله تساعد يكونوا نوال الفريق الاول باذن الله. ان شاء الله. وانت ده طبعا ودود بدايتك مع النادي الاهلي، اللي اختارك كان الكابتن رمضان السيد. طبعا من المعادي. شافك ازاي بقى واختارك ازاي؟ بنلعب على طول، يعني بدات مشواري مع كوره في نادي المعادي. فكان في طبعا زمان انت عارف الكشافين، فكان في كشاف اسمه الشيخ صلاح اتكلم عني في الاهلي، وكان اتعملت مباراه وديه مخصوص عشان يشوفوني، يعني بين الاهلي والمعادي. بين الاهلي والمعادي. فكان كابتن رمضان السيد، طبعا كابتن رمضان السيد من المدربين الكبار جدا طبعاً. جدا اللي انا بعد الاهلي حتى، يعني بعد ما مشيت من الاهلي انا يعني رحت معاه حوالي ناديين ثلاثه، الشرقيه للدخان والالومنيوم، وليا معاه مواقف طريفه جدا. طبعا كابتن رمضان طبعا كابتن رمضان من الشخصيات اللي غير انه مدرب كبير، طبعا هو دمه خفيف جدا يعني كابتن رمضان. اصاباتي كلها معايا. فافتكر ان مره طبعا اول حاجه ليا في الاهلي خالص، اول اصابه اللي كانت كسر مضاعف في انكر رجلي، اول ما رحت على طول في السنه الاولى ليا في النادي الاهلي، يعني قعدت فيها مثلا ثلاث شهور. بعد كده الرباط الصليبي الاولاني بعد ما مشيت من الاهلي مع الكابتن رمضان السيد في الشرقيه للدخان، ده قعدت فيه سنه. وافتكر ان انا بعد كده رحت مع الالومنيوم جالي وتر اكيلس. ده المفروض بقى يعني يقول لك ابعد عني. فافتكر مره كنت بتعالج في المركز الاولمبي، وخارج طبعا هو ساكن في المعادي برضو كابتن رمضان. وخارج من المركز الاولمبي ومعدي ماسك جزمه كوره في ايدي كده، وعربيتي كانت الناحيه الثانيه. وكابتن رمضان السيد جاي بسرعه بعربيته، فكان هيخبطني. قلت له انت كمان هتخبطني. كمان هتخبطني وانا ماشي على رجلي. فكان موقف كابتن رمضان طبعا يعني من الناس الشخصيات الجميله جدا 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 اللي قضيت معاه فتره طويله جدا يعني.